على منصة التكريم يجلس عبد الله صالح على كرسيه المتحرك، وكله فخر بهذا الإنجاز الذي بذل جهوداً مضنية لتحقيقه. الإعاقة الحركية لم تمنعه من مواصلة تعليمه وقطع شوط كبير في طريق طموحاته العلمية، التي قرر هو وزملاؤه هؤلاء تحمل المشقة لتحقيقها ليتوجوا بلقب أول دفعة ثانوية متخرجة من ذوي الإعاقة الحركية والذهنية بمديرية تريم في محافظة حضرموت. ونحن اليوم في هذا التخرج، ولكن الفرحة لا توصف بأي وصف، ونتمنى إن شاء الله أن ندرس الجامعة إن شاء الله إذا وجدت ذا المواصلات والمساعد من الله من جميع الله الجميع إن شاء الله، ونتمنى منهم أن يعمل مواصلات ليلة إلى أن تلحق بالجامعة، مثل الباص مثل الله الباص يكون يكون رافعة عشان يدخل المعاد وهو مرتاح عشان يدرس وياه ويكمل له الدراسة. 10 خريجين من ذوي الإعاقة احتفت بهم جمعية الأمل لذوي الإعاقة الحركية والذهنية بمديرية تريم في حفل بهيج بعد أن تلقوا تعليمهم في مدرسة الأمل الخاصة بتعليم المعاقين، حيث تم افتتاحها كمحضن خاص بهدف مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على إكمال دراستهم وتوفير البيئة المناسبة لهم. هذا اليوم نحن نعتبره يوم بهيج ويوم متميز، يعني فرحتهم فرحتنا لا تقل على فرحتهم وفرحة آبائهم وأمهاتهم. طبعا سنوات طويلة كنا منتظرين هذا اليوم الذي نرى فيه أبنائنا وبناتنا من طلاب المدرسة خريجي الثانوية يتوجون بهذا التتويج اللي هو تخرجهم في ثانوية مدرسة الأمل. طبعا في المدرسة يتعلمون نفس المناهج حقنا، مناهج الكتب تبع التربية. الحمد لله والله الحمد من المعلمات يحاولون يوصلون المعلومة قد ما يقدرون الطلاب. المدرسة يحتاجون بعض العربيات اللي تنقلهم من مكان لمكان لأنه عندنا نقص فيها، ينقصها بعض الحواسب الآلية اللي قد يمكن تساعد الطلاب في التطوير من ذاتهم. وإن شاء الله بإذن الله سنكون يدا بيد إن شاء الله نوصل دراستهم الجامعية بإذن الله تعالى. نجاحات كبيرة حققتها المنظمات المهتمة بذوي الإعاقة، وهو ما يستلزم دعما أكبر لهذه المنظمات للاهتمام بهذه الشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المكثفة لتتمكن من الاندماج في المجتمع، حيث أثبتت الأيام قدرتهم على تحقيق المستحيل. لبرنامج أسبوع البلد، قناة المهرية، حضرموت.